وأنا اليوم الرحلة المنتظرة لمدة سنتين. سنتين ما سافرنا، يعني ما سافرنا يعني منطقة، فاهمين؟ فاليوم I'm so excited صراحة. ليش؟ لأنه حنسافر البحرين والرياض والدمام وهذه المناطق، يعني هي كذا كلها مع بعض. ف وش مفقع اللي حيلاحظ حد منه، بس انه متحمسه مره لان حصل لكم فلوجات مره كثير، وحرفيا بصور كل حاجه. يا رب اشوفكم برضه، يعني احد يجي يشوفني هناك زي كذا. فمره صراحه مسك سعادة، فعشان كذا خلينا نخلص بدري عشان اهلي يتاكدوا ان انا من جد متحمسه ونطلع بدري. طبعا اول وجهه حنروح الرياض، طيب بعدين من الرياض للبحرين، بعدين من البحرين للشرقيه، بعدين من الشرقيه للدمام، بعدين من الدمام للبحرين. ما اعرف ايش حبيت صراحه، بس المهم دي خلصت ترويش. طيب دحين الساعه 3 الساعه كم؟ الساعه 4 وانا احنا حنمشي الساعه 5. ما شاء الله ترى طول وقتي في السناب، على فكرة أنا دائما أصور لكم توتوريالز في السناب وكل حاجة، حرفيا طول وقتي في السناب. على طول يتلفلف، فاهمين؟ فخلينا نسيبه كذا. والله ما تفشلني، بس شوف كذا. بس شوفوا هذه قصدي اللفة، طالعة كيف؟ يعني هذه مو مرة مرتبة، بس انا من خاصة لما تنشف مرة حيطلع مرة حلو. طبعا شوفوا بوريكم ايش جهزت اغراضي. انا جهزت هنا شنطة الميك اب، وهنا شنطة اكسسوارات، وحطيت كذا المكر هذا حق قصتي. طيب يعني قصتي ما شاء الله تصير زي الصرصار فجأة، فعشان كذا اخذت هذا. دقيقة شوف كذا حط هنا كويس مريح. ايوه اصبر شوف كذا جلسين. انصحكم جربوها بس لا جرب طعمية أبو سوداني تقوى في الصراية تقوى مخكم راح يصير كذا، وبعدين يرجع ايش صاير نشتري من بوفيه شاي خلاص. رجعت
جايز الحين طالعين بنروح لوشيل عمتي، بعدين بنروح الواجهة. مرة متحمسة للواجهة. مدري أحس مرة. كيف أنت ما تدوري؟ لا، هذه بديلة للمسكة أصلاً. بس كيف سهل بس؟